هو الإسلام؟ قد يسألك سائل يقول هل أنت مسلم؟ تقول نعم. يقول ما هو الإسلام؟ زغور قوب شنجري خنوش ست إسلام رزي السر وهو مسلمان إسلام رزي السر قزغور غاوة. المسلم لابد أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. مسلمان هل حشور زاقوة زشرا زشرا توحيدم يحيشم جا و يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. يعني جاء وقت الصلاة لابد يصلي. هل حشوم خو بشطر سألهم بابشا نمزر يوقت رقيحة قو نمز زجر هل حشوم قطر الحارز غزاشر ويكون في لباسه في هيئته مخالف للكفار، لا يكون كالكفار في لباسهم في معتقدهم في أعيادهم. مسلمانر يشغنم تيوخاو يدونيتتجم تيوخاو جورخم قاخوش جورخم يشحقم. الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. إسلام دينر شو زيوغوش. المرتبة الأولى الدرجة الأولى الإسلام. يا بدد قاكور إسلام را. وأركان الإسلام خمسة. إسلامر توزخج. المرتبة الثانية الإيمان وأركان الإيمان ستة. يطوانر إيمان را أب خوزيوغش خوزخج. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد. يشانر إحسان را وهو عرزاقوش.